مشاهداتي مشاهداتي الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة في صالة ديال قناة أزياء بديعة. إذا على بركة الله، اليوم غادي نشوفوا جلابة افيك مونش كيمينو. بالنسبة للقياسات كنا كنكتبوا الكتاف بوحدهم وكنكتبوا الكمام بوحدهم، يعني ايبول ومونش بوحدهم. اليوم كنجمعوا ايبول مونش. ايبول مونش هي مونش كيمينو، عندنا 72 والطولة عندنا متر 16 والربع عندنا 30. ثاني حاجة كنتني التوب على 4، يعني على هاد الشكل. انا غندير لكم في الطابلو ومن بعد غادي نوري لكم مباشرة في التوب كيتسنى التوب على 4، يعني التوب تيكون على 4 بحال غادي ديروا الفراشة ولا ديروا العباءة ولا ديروا جلابة افيك مونش كيمينو. اول حاجه كناخذوا من هنا نقطه ا حتى النقطه بي، كناخذوا ايبول مونش اللي هي 72. على بركه الله غادي نبداو نفصلوا هاد الجلابه اللي هي مونش كيمينو. اذا النقطه ا حتى النقطه بي ايبول مونش عندنا 72 في المعطيات. ثاني حاجه كنديروا 10 3 باش كيجي الطوق شويه واسع. نجيو لهنا لهاد 72، كنهبطو من هنا لهنا بستة سنتيم من هاد النقطة عاوتاني حتى لهاد النقطة، يعني من نقطة دي للنقطة أ كنهبطو بستة سنتيم. على بركة الله يعني الكتاف كيجيو مفتوحين مفتوحين في جهة الكتف. ثاني حاجة كناخدو التركيز من هنا حتى لهنا، كناخدو التركيز ديالنا هو 26. كنجيو لهنا كنتراسيو فم الكم، يعني الكمام ديالنا هنا كيكونوا واسعين، يعني كناخدو 24 كتجي بهذا الشكل. كنلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة، نقدرو نسميوها النقطة دي ولا النقطة مع النقطة اف، وكيكون لي مونش خارج من الامام والوراء لان التوب على 4 كما قلت لكم قبيله. كنجيو من هنا لهاد النقطه كنخرجوا ب 10 سنتيم وكنهبطوا ب 10 سنتيم باش كنديروا هاد الدوره ديال تحت التركيز. الا بغيتها ايفازي كنخرج بزاف، الا بغيتها ايفازي غير شويه كنخرج ب 15، بما انها جلابه نخرج غير ب 15 الايفازي. كنطلعوا ب 6 سنتيم وكنجيبوها دايره وكيكون التوب مخرج لنا الظهر والقدام. على بركه الله ما ننساش التقويره، ندير 12 ديال الامام. اذا كما شفتوا هذه جلابه افيك مونش كيمينو، انا تراسيتها لكم. نعاود لكم باختصار، ا حتى البي كنديروا ايبول مونش اللي هي 72 72 هي الاولى. ثاني حاجه كنهبطوا ب 6 سنتيم من هذه النقطه حتى لهذه النقطه، كنجيو كنخرجوا بفم لكم اللي هو 24، كنلاقيوه مع التركيز اللي هو 26. انا اضطريت باش نكتب هادشي بالتفصيل، وكنخرج ب 10 سنتيم وكنعاود كنهبط ب 10 سنتيم يعني في هذا الاتجاه، وكنخرج بالايفازي ديالي وكنطلع ب 6 سنتيم باش كتجي دائريه. الان اخواتي الكريمات انا حطيتها لكم في التوب باش تشوفوها، يعني انا اضطريت نقطعها وباش تبان لكم اكثر. كناخذوا الطوله ديالي اللي هي متر 16، نزيد عليها كتولي متر 20، كنزيد 4 سنتيم. وبما ان ما كملاتليش هنايا، انا ما كملليش لي مونش، راني زدت القطعه باش ندير 72 على هذا الشكل 72. وهنا غندير 10 سنتيم وكنهبط ب 3 سنتيم بهذا الشكل هذا، وكنجي كناخذ التركيز ديالي اللي هو 26، كنطلع ب 10 كنهبط ب 10 كنخرج بالايفازي ديالي. على بركه الله دابا غادي نحل لكم الظهر باش تشوفوها وتشوفوا الدوفون بهذا الشكل بهذا الشكل. هذه هي الظهر ديالي على هذا الشكل. هاد الشكيله وغنوريكم دوفون هذا الظهر، وغنوريكم دوفون على هاد الشكل
يعني الفرق ما بين التوفون والتيغيغ هما كيتشابهوا. الفرق اللي كاين هو انني فاش غنجي نقطع 12 سنتيمتر، انا غنقطعها قدامكم باش تشوفوها على هذا الشكل. ها هي، هذا هو الفرق ما بين التوفون والتيغيغ. على بركه الله القب راكم ديجا شفتوا في الحلقات اللي فايته، اذا لا داعي باش نبقاو نكرروا الحاجه. وانتم عارفين في اليوتيوب كيبغي الواحد الاختصار، لان كيكونوا الفيديوهات كثار وبنادم كيبغي يستافد اكثر، يعني لا داعي من التكرار. هذا القب ديالي راني فايته شرحت لكم في جلابه ايفازي وشرحت لكم في جلالب، وكتجي بهذا الشكل جلابه افيك مونش كيمينو، ما كندير فيها لا سفيفه لا والو، كنديرها مطرقه، كندير لها شي زويقه ولا تندير لها شي رباط ولا شي حاجه. وان شاء الله ملي غادي نخيطها راه غادي تبان لكم في الحلقات. وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني و بارطاجي وديروا لي لايك. وكنشكر كل الوليدات والمشاهدات العزيزات، وشكرا على تتبع الحلقات. الى حلقه ثانيه ان شاء الله.